دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، ابرزها جهاز حمايه المستهلك، جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه هيعقد مؤتمر عن سياسه الحياد التنافسي، وده بالتعاون مع الوزاره الفيدراليه الالمانيه للشؤون الاقتصاديه. النهارده ايضا هيكون في 7 مباريات قويه في اطار الجوله السادسه من دوري المجموعات لدوري الامم الاوروبيه. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هيعقد مؤتمر تحت عنوان التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي، وده بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ وجهاز حماية المنافسة الألماني. هيحضر المؤتمر عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري ومجتمع الأعمال. النهاردة هو المتمم لشهر صفر لعام 1444 هجرية، وده وفقاً لإعلان دار الإفتاء المصرية، وبكرة أول أيام شهر ربيع الأول. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة احتفالية عنوانها يوم في القاهرة، وده بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس المبادرة. الاحتفالية هتبدأ الساعة 7 بالليل في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 6 من دوري المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية، من أهمها لقاء إنجلترا مع ألمانيا وإيطاليا مع بلغاريا.